صباح الخير. النهارده نتكلم على حاجه بيطلق عليها باللغه العربيه الوزمه او الاوديمه. والحقيقه ان الاوديمه بنبص نلاقي مثلا على سبيل المثال زي الصور اللي احنا رسمنا على الفيسبوك، بنبص نلاقي حته ورمه كده ومجمعه ميه وبيبان انها اوديمه. ان احنا لو ضغطنا بصبعنا بنبص نلاقي ان مكان ضغطه الصباع غرزه في الجلد. في الوضع الطبيعي اما بندوس دوسه بتنضغط الحته دي وتروح راجع لوضعها الطبيعي. ايه السبب بقى في موضوع الاوديمه؟ واحنا بنذكر موضوع الاوديمه عشان كنا نوهنا عنها في الفيديوهات السابقه. الوزمه عباره عن تورم ناتج عن السوائل الزائده المحتبسه في انسجه جسمك بالرغم من امكانيه تاثير الوزمه على اي جزء من اجزاء الجسم، فانها ربما تكون ملحوظة بشكل أكبر في اليدين والذراعين والقدمين والكحلين والساقين. ومن الممكن تكون الوزمة الناتجة عن استخدام دواء معين أو الحمل أو مرض كامن أو فشل القلب الاحتقاني أو مرض الكلى أو تليف الكبد. في الغالب وكتير من الناس بيبص يلاقوا رجلهم ورمت ومش عارفين سبب ورمة إيه. غالبا ما يؤدي تناول دواء للتخلص من السوائل الزائدة وقلل كمية الملح في الدم للتخفيف من الوزمة. عندما تكون الوزمة بمثابة علامة لأحد الأمراض الكامنة يكون المرض ذاته بحاجة لعلاج منفصل. وطبعا ما حدش هيعالج الوزمة من نفسه، هيعالجها عند الدكتور عشان يشوف سبب الورم ايه. وتتضمن علامات الوزمة او الأوديمة على ما يلي: تورم انتفاخ الأنسجة الموجودة اسفل الجلد مباشرة، خاصة الموجودة في الساقين او الذراعين، الجلد الممتد او اللامع، الجلد الذي يحتفظ برصع او نقرات بعد الضغط عليه عدة ثوان، اللي هي ان احنا ما بندوس بصبعنا بتغرز وتفضل منغرزة. الجلد زيادة حجم البطن، ما بيكون بقى في أوديمة في البطن لا قدر الله للناس اللي عندهم الكبد في معظم الأحيان. متى نزور الطبيب؟ بنحدد موعد لرؤية الطبيب إذا كنت تعاني من تورم في الجلد أو شد في أو بشرة لامعة أو جلد يحتفظ برصع بعض الضغط عليه أو تنقير اللي احنا قلنا عليها، ونقوم بزيارة الطبيب في الحال إذا واجهت ما يأتي: مع الأوديمة ضيق في التنفس وصعوبة في التنفس وألم في الصدر. وقد تكون هذه العلامات الوزمة الرئوية التي تتطلب علاجا عاجلا إذا كنت جالسا لفترة طويلة مثل أثناء رحلة طويلة وقد عانيت من ألم الساق أو تورم لا يزول، فاتصل بطبيبك. يمكن أن يشير ألم الساق أو التورم المستمر لجلطة دموية عميقة في الوريد أو تخصص وريدي عميق أو جلطات الأوردة العميقة. نتكلم المرة الجاية على الأسباب. مع السلامة.